عشان انا مش حاسس ان احنا في كنيسه خالص ولا في قداس. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فقال يسوع لليهود الذين امنوا به، يعني دول يهود وماشيين معاه وامنوا به، شافوا معجزاته، شافوا قواته، فامنوا به. طب احنا امننا خلاص، يقول لا في حته تانيه لسه ما اتعملتش. ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه انتم تلاميذي. يعني القصه مش قصه معموديه، القصه مش قصه ان انا اسمي كرولوس ولا مينا ولا يوستينا ولا دميانا. دول امنوا بالمسيح وتعمدوا، يتبقى جزء تاني. يعني ايه اكون ليك تلميذ يا رب او اتبعك؟ انك انت تثبت في كلامي. طب عاوزين نفهم النهارده بس في 3 دقايق يعني ايه الواحد يثبت في كلام ربنا. اول حاجه عشان اثبت في كلام ربنا اخلي كلام ربنا يثبت في قلبي. علشان انا اثبت في كلام ربنا، كلام ربنا لازم يثبت في قلبي. طب يثبت في قلبي ازاي؟ ان انا اقرا كلمته كل يوم، كل يوم اقرا الانجيل واقرا وصايا الله. فمن كتر ما بقلهج فيها ليل ونهار تتثبت في قلبي، فتبقى فيا. فلما تثبت فيا بقت خلاص موجودة في دمي، موجودة في فكري، موجودة في كيان. اجي اعمل غلطة اقول لا 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 ما يصحش اعمل كده. اجي اقول اكذب كذب عشان اجامل حد اقول لا ما يصحش، ينبغي ان يطال الله اكثر من اسم. الاية بتقول كده. فلما كلمة ربنا تبقى ثابتة في قلبي الحقيقة تفرق كتير قوي. خايف اسأل واقول اللي بيقرا الانجيل كل يوم بصفة منتظمة ولو 5 دقايق يرفع ايده. خايف ان يطلعوا اقلية، خايف يطلعوا اقلية. في طبعا ناس بتقرا وزي الفل، بس خايف يكونوا اقلية. طب والاكثرية ايه؟ الحقيقة لا، ما بتفتحش الانجيل، او لو يفتحوا تفتحوا يعني كل فين وفين. فانا عشان اثبت في كلمة ربنا وابقى من تلاميذه لازم كلمة ربنا تثبت في قلبي. وده ازاي؟ اقراها واثبتها. دي نمرة واحد، اقراها كل يوم. 2، اللي اقراه اعتبره رسالة شخصية ليا انا. يعني الانجيل ما اتكتبش عشان العموم، ما اتكتبش عن الشعب المسيحي. الانجيل اتكتب عشان كل كلمة انا مقصود بيها. فلما اسمع الكلمة اقف قدامها واقول يا رب طيب انا انفذها ازاي؟ لانك انت عاوزني اثبت في كلامك. يعني الناس تشوفني تلاقيني عايش بوصيتك. انتوا عارفين اكبر مشكلة عندنا في الكنيسة الايام دي ايه؟ سامحوني في اللي هقوله، حاجة اسمها الازدواجية. يعني ايه الازدواجية؟ يعني احنا جوه الكنيسة لينا لقب وشكل، وبره الكنيسة ملناش لقب وشكل، بنبقى زي بقية العالم. كأن نور المسيح ينور فينا جوه الكنيسة ويضلم فينا بره العالم. يعني احكي لكم على حكاية حصلت من سنين كتيرة قوي قوي. حد كان بيخدم في قداس وطول القداس بيخدم، وبعدين طلع شوية بره. ايه اللي حصل؟ لقى في حد راكن عليه صف تاني. فضل مستنى 5 دقايق الغيظ ابتدى، وبعدين استنى 10 دقايق الغيظ ولعه، وبعدين استنى شوية مسك بقى في العربية ويخبط ويزعق. صاحب العربية نزل حاسس انه غلطان. اللي كان معانا في القداس ده، انا كنت واقف في الوقت ده حاجة من 20 سنة، 22 سنة، مش عايز اقول لكم اللي طلع. يعني كان جوه القداس بيقول الحان، بره القداس معرفش كان بيقول ايه. يبقى هنا في حاجة غريبة، ان كلمة ربنا مش ثابتة فيا. انا سمعتها وتأملت في الآية. طب انت عشت بيها؟ وده اللي الآباء بيسموه الجهاد الروحي. عارفين يعني ايه كلمة جهاد روحي؟ ان الكلمة اللي موجودة في الكتاب المقدس ببذل مجهود عشان اعرف اعيش بيها في العالم، لانها مش سهلة. مفيش وصية قالها المسيح سهلة، كل وصايا المسيح عايزة جهاد. لكن عشان انا اثبت في كلمة ربنا، نمرة واحد اعرفها، نمرة اتنين احاول اطبقها. طب انا غصب عني بشر وبغلط وبتكعبل كتير قوي. ربنا قابل، ربنا عارف ان وصيته بنجاهد فيها، لكن محدش عارف يطبقها بالكامل. فقول له يا رب سامحني، يا رب ساعدني، سامحني ان انا كسرتها
ساعدني ان انا اطبقها بسيطة قوي. يبقى احنا ثلاث حاجات، اول واحد اقراها عشان اعرفها واثبتها في قلبي، اتنين بجاهد عشان اعيش بيها، تلاتة لما بقع في جهادي ما بيأس برفع قلبي للسماء واقول له حاجتين: اسف يا رب ان انا ما عشتش بوصيتك وان كنت بحاول، ساعدني يا رب ان انا اتممها في حياتي. ده ملخص الحياة الروحية كلها، ان احنا نعرف كلمة ربنا ونعيش بيها، واللي هيعيش بكلمة ربنا هو ده ابنه اللي هيكمل معاه. لكن يكون لنا صورة التقوى، يعني من بره ومن جوه، دي اسمها صورة التقوى، من بره شكلنا حلوين قوي، شرب بقى ومنديل بتاعت يعني اشكالنا كتير قوي قوي قوي، لكن مش هو ده اللي هيدخلنا السماء. اللي هيدخلنا السماء لو انا واخويا بنتخانق على ميراث هعمل ايه؟ اللي هيدخلنا السماء لو واحد ظلمني بدعي عليه ولا بصلي له ان ربنا يفتح عينيه؟ ده اللي هيدخلني السماء. كل سنه وحضراتكم طيبين، ربنا يدينا ان احنا نعرف كلامه ويثبت كلامه في قلبنا ونعيش بكلامه.